الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أيها الأحبة، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعرض نفسه على القبائل والأفراد، يستغل فترة الموسم، موسم الحج والأسواق التي كانت تقام في ذلك الوقت، الأسواق الأدبية والشعرية والخطابية، سوق عكاظ والمجاز وذي المجنة، فاستغلها عليه الصلاة والسلام في أن يعرض رسالته ليجد من ينصره ومن يؤازره من غير قريش، إذ أن يعني مع قريش وصل الأمر إلى نقول إلى يعني إلى طريق شبه مسدود. فبدأ عرض نفسه على بنو كلب، وعرض نفسه على بني حنيفة. بني حنيفة للأسف ردوا ردا سيئا. عرض نفسه على بني عامر بن صعصعة. بنو عامر كأنهم تجاوبوا، إلا أنهم قالوا: لمن سيكون الأمر من بعدك إذا كانت الغلبة لك وأنشأت دولتك وأصبح لك شأن في شبه الجزيرة، لمن سيكون الأمر من بعدك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. النبي لا يعد بملك، النبي معه رسالة، يريد من يؤازره لينشر هذه الرسالة في الأرجاء. فتلكأ وتراجع وتردد بنو عامر ابن صعصعة، ولمهم في ذلك شيخ من شيوخهم وقال: لو أنكم اتبعتموا. أيضا من الذين أسلموا الحقيقة في تلك الفترة مجموعة أفراد وأسماء مميزة، وكان لهم أثر على قبائلهم في الدخول في دين الله. منهم أيها الأحبة سويد بن الصامت رضي الله عنه، سمع شيئا من الآيات ودخل في دين الله. إياس بن معاذ، وكان من الأوس، وقد جاءوا يبحثون عن حليف لهم لمن ينصرهم في حربهم ضد بنو عمومتهم الخزرج في حرب بعاث. فلما سمعوا الهدي وسمعوا النور الرباني باشر إياس ودخل في دين الله سبحانه وتعالى، وأغلب الروايات تقول بأنه مات مسلما. من أولئك أيضا أبو ذر الغفاري الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. أبو ذر يعيش وحده ويموت وحده ويبعث وحده. أبو ذر أيضا دخل في دين الله سبحانه وتعالى، أسلم وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ولاقى بعض المصاعب مع قريش حينما صدع بإسلامه. الطفيل بن عمرو الدوسي، وكان شاعرا لبيبا، لما دخل كانوا قريش يخوفون من يأتي من خارج مكة، يقول: لا تسمعوا لهذا الرجل، معه سحر، معه شيء يفرق به بين المرء وزوجه. فجاء الطفيل ووضع كرسفا في إذنه، فلما قال: إنني شاعر مؤديب وأعرف كلام العربي حسنا وقبيحا وأعرف السحر والشعوذة. فلما سمع الهدي القرآني أسلم ودخل في دين الله.